السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو والمجتمع. طبعا ما زلنا بنتناقش عن آثار جائحة كورونا. آثار جائحة كورونا طبعا من ضمن النشاطات اللي كان ليها تأثير كتير جدا السياحة. كان لينا حلقة سابقة واتكلمنا فيها عن تأثير جائحة كورونا على السياحة، ولكن في مشكلات تانية بعيد عن كورونا، وده اللي هنتعرف بيها النهاردة من خلال طبعا اللقاء دوت مع أصحاب بازارات الأستاذ روبير نظيم، صاحب مؤسسة إبداع مصري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أستاذ عامر سيد صاحب بازارات الأزاز، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أستاذ تامر فكري صاحب بازار كادو، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. اتكلمنا في الحلقة السابقة وطبعا كان في مشاكل خاصة بكورونا، ولكن اتضح إن في مشاكل داخل المكان اللي هم واخدين أو مأجرين منه المحلات بتاعتهم والبازارات بتاعتهم، وهو ملحق هيلتون رمسيس. أستاذ عامر، ايوه، ايه المشكلة يا فندم؟ احنا المشكلة عندنا بادئة قبل أحداث كورونا. تعرضنا لأزمات كتير في المبنى من 2018، كان بدايتها غلق 33 محل بالدور الأرضي، وكان بمعرفة الإدارة. في ناس طبعا يعني الاتفاق حصل معاهم ودي، وفي ناس تانية حصل الاتفاق معاهم كان يعني اللي هو ايه، لا محالة ان انت لازم توافق على الطلب ده. وبناء عليه ناس كتير وافقت وقبلت بالتطوير اللي هيحصل في المبنى. بعد كده تداولت احداث تانية، قفل السينما بالدور السابع، وقفل صالات البلياردو اللي كانت متواجده في المكان، وقفل مطعم من المطاعم المعروفه، وهنقول ان هو كان مطعم ماك يعني. وبناء عليه برضو في مطعم في الدور الثاني قفل 2016، هو المطعم اعتماد الايطالي. شغلك كان على الحاجات دي؟ ما هو ده مكان يعني احنا قاعدين في مول، فكل الخدمات ديت في المول هي اللي بتجلب الرواد للمكان. حتى الرانديفول اللي هي الخاصة بالإدارة بتاعت المبنى برضو مقفولة، فاحنا أصبحنا إن احنا محلات لوحدينا. تم استغلالها في أنشطة تانية ولا؟ لا، كلها مغلقة غير المحلات اللي مغلقة بمعرفة الإدارة. يعني النهاردة حضرتك انت عندك 230 وحدة جوه المبنى، قفلت 80 وحدة بمعرفتك، كان فيهم براندات شهيرة كلها مشيت بسبب التعامل من الإدارة. يعني ايه سبب الاغلاق برضه عشان نكون واضحين؟ هو سبب الاغلاق ان الاداره تقريبا من المبنى كله داخل في مثلث ماسبيرو في التطوير، فما لهمش رغبه في تواجدنا هناك. ففي ظل الازمه ديت هو بيفرض عليا 50% من القيمه الايجاريه، فاحنا بنطالب ان هو يرفع لنا القيمه الايجاريه اللي هي ال 50% دي لحين يعني تقنين اوضاعنا كمحلات اللي باقيه. احنا 150 محل اللي بقوا من 230. يعني حضرتك بتوضح ان ما فيش شغل عندكم خالص دلوقتي؟ ما فيش اي رواد في المكان والصور ومع ذلك الاداره بتطالبكم ب 50% من الاداره؟ بتطالبنا ب 50%. احنا كنا مع حضرتك ده بعد الاعفاء يا فندم، كنا مع حضرتك فتره للست شهور. احنا ما تطبقش علينا اي قرار من قرارات وزير السياحه نهائي. حضراتكم تتبعوا ايه يا فندم؟ احنا نتبع وزاره السياحه اللي هي يعني بتتكلم على المنشات السياحيه، فالمول يعتبر تبع المنشات السياحيه. طب ازاي ما تطبقش يا فندم؟ ما تطبقش علينا اي قرار من القرار ده، وكنا مع حضرتك في الاسبوع اللي فات، وبناء عليه ان احنا حبينا نعرف وضعنا في المبنى ايه، توجهنا للحي او لمحافظه القاهره نعرف وضعنا ايه. فوجئنا ان المبنى داخل في تطوير مثلث ماسبيرو، فمعنى كده ان انا مستمر معاك سنه سنتين المرحله الثانيه اللي هي اللي هتطبق، فمعنى كده ان انا قاعد في المكان مهدد، وفي نفس الوقت عندي خساير، وعايز ان انت تفرض عليا قيمه ايجاريه في ظل الاحداث دي كلها، وهي اصلا بمعرفتك انت يعني كل الحاجات اللي قفلت دي بمعرفه الاداره. فانت النهارده ازاي يعني بتطلب مني القيمه الايجاريه في ظل ان انت اصلا مش شغال؟ طب هي الاداره ما جات لكمش بقرار ان احنا داخلين للتطوير؟ مفيش تفاوض، احنا حاولنا كل طرق التفاوض قبل ما نطلع مع اي حد هوا او ان احنا نوجه المشكله بتاعتنا للاعلام، حاولنا بكل السبل التفاوض. هو اللي يعني المسؤول عننا في الموضوع دوت هي الشركه العربيه الدوليه للسياحه والفنادق، هي شركه هيلتون رمسيس هو المول بتاعنا. شركه هيلتون دي ما مجرد ان هي اداره بتدير المكان بس، بتنفذ تعليمات المالك اللي هو الشركه العربيه الدوليه للسياحه والفنادق. فبناء عليه النهارده انت حاطط له خطه ان هو يمشي فيها، بحيث ان هو يعني عايز تمشينا كده من المكان. هو الاعداد برضه بيحاول ان هو يتواصل معاه، فيا ريت ان اي حد يتواصل ويقول لي الكلام بتاعك ده غلط او صح. يعني النهارده احنا عايزين حد يرد علينا يفهمنا احنا في المنشاه دي وضعنا وصل بينا لحد فين. كل الناس عندها اضرار ماديه جسيمه، اللي عنده النهارده مصنع قفله، اللي عنده مشغل قفله، كل الاضرار ديت من سنه 2018. يعني انا مش بعاني من في ازمه كورونا بس، ازمه كورونا دي كشفت المخطط اللي هو عايز ينفذه معايا. طب ما تيجي معايا يعني
دغري زي ما بيقولوا بالبلدي، يعني ان انت توضح لي الرؤيه، تقول لي انت موقفك معايا بقي لك عده شهور، بقي لك سنه، بقي لك سنتين، انما تسيبني كده قاعد في المكان عمال اخسر ماديا ومش معرفني اي حاجه، واجي اسال ان انت مثلا جالك جوابات من المحافظه ان انت المبنى قائم لمده قد ايه او مش قائم، تنكر، واروح الحي او المحافظه اتاكد ان هو في خطابات مرسله ما بينك وما بينهم في استاذ خطه روبير، التطوير. استاذ روبير يا فندم، ايه يا فندم المشكله اللي عند حضرتك؟ ده المشكله كبيره جدا. ممكن ان احنا نوضحها للساده المشاهدين؟ المشكله ان احنا يوم الاحد اللي فات كان لنا حلقه جميله مع حضرتك، كنا كل اللي جايين بنتكلم فيه ان الايجارات من شهر مارس حتى هذه اللحظه بيطالبونا ان احنا ندفع 50%. فطبعا 50% ازاي؟ 50% والمكان مغلق بامر رئيس الوزراء، بامر انا بعتبره بامر الهي، كورونا دي جايه من عند ربنا، العالم كله اتقفل. فلما العالم كله اتقفل مكان الرزق بتاعنا اتقفل، المطارات اتقفلت، الزبون بتاعنا بيجي، احنا من حضرتك احنا فندق 5 نجوم، يعني احنا الزبون بتاعنا اجنبي جاي من بره. احنا وضحنا دوت، معلش ملحق انا براجع عشان الاخوه المشاهدين اللي ما شافوش قبل كده هيلتون رمسيس، اوكي؟ طيب بدليل كلامي ان السيد وزير السياحه والسيد رئيس الوزراء بعد حوالي 4 5 شهور من كورونا، من الاعلان في شهر مارس الحظر ولما خففوا الحظر، قال لك هنعمل 25% اشغال للفنادق بالتدريج. معنى كده يا سياده رئيس الوزراء وسياده وزير السياحه ان كان الفندق مغلق. ده كلام، انا بتكلم لوجيك من غير يعني، مش الورق احنا طلعناه المره اللي فاتت. طيب يبقى قبل ال 25% الفندق مغلق، يبقى انا كده هوت المفروض ما ادفعش حاجه. ده اولا، بدليل ان السيد وزير الطيران المدني من 3 ايام في القناه الفضائيه في احد البرامج المصري، في التلفزيون المصري، الراجل اعلن، وده انا احييه عليه، دي شهاده يعني انا شخصيا يعني انا مبسوط منه جدا وبشكره، ان قال لك الطيران العالمي في تفاؤله بيقول لك هيشتغل 2023، وفي التشاؤم لو احنا متشائمين 2026. لا يا عم انا متفائل 2023، معنى كده ان 2020 دي شكرا، 21 شكرا، 22 شكرا، ده بافتراض انه هيشتغل في يناير 23. يعني احنا بنتكلم في ال3 سنين اللي جايين. ده انا بتكلم في 3 سنين، اوكي؟ طيب. ادي انا بتكلم في 3 سنين، الطيران لسه وهيشتغل شويه، وطبعا احنا مرتبطين بالدول اللي هتبعت. احنا كده بنتكلم في الموضوع بصفه عامه كسياحه. يا فندم انا بتكلم مع احترامي للجميع، انا بتكلم احنا الحد اللي فات كنا بنتكلم عن ال 150 محل. ربنا اراد احنا عاملين صفحة وبنعلن فيها البرنامج بتاع حضرتك شيرناه، وانا بقول على الهواء احنا شيرناه عشان عايزين صوتنا يطلع. طيب لقيت اخوة بيكلموني من الغردقة، زمايل بزرات، من الاقصر، من اسوان، من سينا، من جوه مطار القاهرة. قال له مطار القاهرة مقفول، انت عند حضرتك في بزرات جوه، هل يا سيادة وزير الطيران، هل انت الشركة اللي مفروض بتاخد الايجارات، هل بتاخد منهم ايجارات؟ طبعا لا. ليه؟ لان المطار مقفول، الراجل فاتح فارش بضاعته بالبلدي علشان يبيع ويشتري، مفيش حد موجود. طب ما انا زي المطار، انا زي ما انا المطار بيبعت لينا، احنا لينا احنا مين؟ مش على المول، بيبعت للفندق. طب احنا عشان نوضح ده بس للساده المشاهدين، عايزين بس ان احنا يعني نفهمهم المنتج بتاع حضرتك عشان يبقوا عارفين ان ده طبعا مش معتمد على المصري، ان هو بيبقى معتمد على طبعا على الخليجي، على الاجنبي. اه طبعا احنا المنتجات معظمنا احنا شغالين على حسب الكاستمر بتاع الاوتيل. الكاستمر بتاع الاوتيل طبعا كوليكشن، في عرب ودي الغالبيه العظمى، في اجانب، في جميع الجنسيات، المصريين حاجه قليله. فاحنا عندنا المنتج بتاعنا بنصنفه او بنشغله على حسب الجست اللي بيجي. بدليل لو انا شغال على مصريين كنت ابيع قميص زي ده، انا ما عنديش في المول كله محل بيبيع حاجه رجاله ده بالمناسبه. ليه؟ لان مش هم دولت التارجت بتاعنا. تمام. النقطة اللي كنت عايز اوضحها لحضرتك اللي هي وزير الطيران المدني مشكور لما اعلن ان لمدة 3 سنين، انا ناس كلموني اللي هم كان عندهم عشب وامل ان يمكن الشهر الجاي، الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده، قال لك كده خراب خراب خراب. ليه خراب؟ الحكومة عملت اللي عليه. انا بتكلم ومع احترامي لحضرتك، لا هي مدهنة ولا اي حاجة، السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد خالد العناني وزير السياحة، نزل منشور لجميع المنشآت السياحية بيقول لهم يا جماعة أنا كحكومة متمثلة فيا كوزير سياحة
جميع البازارات وجميع الكافيتريات وجميع المنشآت اللي تابعه ليا اللي بأجرها زيرو رنت، مفيش إيجار لمدة 3 شهور. راح بيكمل الموضوع، تطرق بعد كده قال لهم 3 شهور تاني لغاية شهر 9. يبقى احنا ماشيين بالتدريج وانا بارفع القبعة وانحني ليهم. طب انت يا حكومة عملت كده، انت عملت اللي عليك لمين؟ عشان المنشآت السياحية. سيادة رئيس الوزراء اسقط الضرائب العقارية، اسقط وما اجلش الضرائب العقارية على المنشآت السياحية. طيب انت دلوقتي بتخفف ليه؟ هل هم عشان غلابة؟ لا، علشان احنا، احنا عبارة عن دايرة كبيرة، دايرة كبيرة، احنا جزء من الدايرة. لو الدايرة دي اتكسرت تمام باقي الدايرة هتقع. يعني حضرتك معلش انا بتكلمت المرة اللي فاتت وبتكلم المرة دي، حكم شغلي انا دلوقتي انحصر في الاسر المنتجة. على فكرة انا موجود في محل ياسمينة، موجود اسر منتجة، في حوالي 15 محل اسر منتجة اللي هي التطريز، محلات كرداسة موجودة عندنا ليها معارض عندنا، المحلات بتاعت الاحذية والشنط، المصانع، كل دوت، كل دوت فين؟ الناس الاخوة الشاغلين اصحاب المنتجات دي عندهم جميعا، جميع مصانع في منشية ناصر، في العبور، في العاشر من رمضان، في 6 اكتوبر، بل انا مع احترامي مش عايز اتكلم عن العاشر من رمضان وستة اكتوبر، وبتكلم على سينا، بتكلم الناس المهمشين اللي هم بيعملوا شغل في البيت. يعني انا لما تيجي واحدة ست بدوية بتيجي تكلمني تقول لي يا عم روبير بدي شوال طحين، تمام، ما هو شوال الطحين ده الفلوس لما تيجي تطلع ما هتيجي من بيتي، ما انا عندي 4 عيال. دي اللي بتقوم بالاعمال اليدويه اللي دي واحده من ضمن انا بتكلم ده، انا بدي، ما احنا بندي اكزامبل يا فندم، انا بدي اكزامبل، انا بدي مثل. دي اسره وانا نفسي مش انا اللي ماسك، في ناس كتير بتتعامل مع البدو، تمام، البدو احنا عندنا، يعني احنا مع احترامي موضوع بره القصه، في مدينه ابيزا في اسبانيا، تمام، دولت مشهورين بالشغل اليدوي. احنا بنعمل شغل حاجة مثلا ب 700-800 جنيه. انا عندي جست جالي قالت لي دي بتتباع عندنا ب 1500 يورو، ويعلم ربنا ولا اعرف هي بتتباع عندهم ولا لا. ناس من المكسيك بيبصوا بالشغل اليدوي نادر. احنا كان معنا صور برضو خاصة بالشغل بتاع حضرتك ده برضو هنعرضه برضو، تمام يا فندم. انا بس انا بارجو مع احترامي، احنا لما بنيجي نعرض الشغل ده مش معرض، مش مشكلية، احنا بندي مثال لالاف الاسر، الاخوة اللي موجودين عندنا في الملحق اللي عندهم البازارات كتير جدا، اللي كان عنده بازارات، ده دوت ماسك الحرف الصدفيه اللي موجوده في منشيه ناصر والبطنيه وخان الخليلي، النحاس، النحاس، النقش، كل الشغل الهاند ميد دوت مش احنا. برضو انا بتكلم ببرواز كبير عشان انا عارف اتكلم، بقول لك هو انت اللي بتوزع؟ لا، انا من ضمن، انا بتكلم باسمي، بتكلم باسم خان الخليلي، بتكلم بالمنتجات اسوان، بنتكلم النوبه، كل دوت. انت النهارده لو انت صاحب منشاه سياحيه وخدت مني فلوس، تمام، هتعطلني وهتتعبني وفلوس غير عن غير وجه حق. ما احنا طول عمرنا بندفع، هو في ايه اللي حصل؟ لكن انت النهارده كدوله لما تيجي تقول لك لا يا استاذي احنا النهارده انت ما عندكش زباين ورافع عنك وشايل وشايل وشايل، طب انا النهارده لما يكون معايا 5000 جنيه هدي العامل بتاعي 2000-3000 وهدفع 1000 جنيه للكهرباء. على فكره بندفع الكهرباء بالكارت، يعني بندفعه مقدم، تمام، ونركن العربيه 5000 جنيه لفتحه محل لمحل واحد لعامل واحد، اوكي. لما انت تيجي تعمل كده ما انا هقفل المحل. النهارده السيده المحترمه وزيره التضامن الاجتماعي حد بعت لي برده من الاخوه من اسوان، بعتالي من اسوان، بعتالي بتقول لي ايه الخبر جاي ان 500 جنيه للساده المرشدين، مرشدين السياحيين، احنا مالناش دعوه بيهم، عشان تخدم 12000 مرشد. طيب ده بس قسم الارشاد 12000 مرشد. طب واحنا، احنا اصحاب البازارات والعاملين لديهم والناس اللي بتصنع الشغل ليهم. ده يعني ده كلام انا بتهيألي واضح وصريح. لما يكون في تعنت من مكان زي هيلتون رمسيس، زي الاداره الموجوده الحاليه، وانا ارجع تاني واثني واشيد بالسيد رئيس مجلس الاداره بتاع الشركه المالكه الان، هو اللي في 2011 وقبل، راجع تاني براجع عشان الناس تحفظ، و2012 و2013 و2014 عملت لنا تخفيض حوالي من 8 شهور ل 9 شهور في السنه، مع العلم ان احنا كنا شغالين احسن من كده، بس بصوت واطي عشان ما حدش يسمع، كانت اداره غير الاداره. ايه ده، هو انت بتعيب في الاداره؟ لا، ما انتوا يمكن في سياسه تانية، يمكن الدنيا مزنوقه. لا، طب ما تعرفونا، كلمونا،
احنا من حقنا نعرف. احنا ناس، انا اصغر واحد هناك واقلهم شأنا واقلهم قيمة، ناس افاضل هناك بقالهم 35 سنة يا فندم. المول ده لما اتعمل انا كان عندي 12 سنة، تمام؟ ناس ابو استاذ عامر، ابو استاذ عامر هو صاحب المحلات الازاز ده، ده 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 عالم من الاعلام، عالم من الاعلام. طب احنا بنتكلم في ايه؟ انتوا ليه سايبيننا كده؟ احنا مش ناس، مش ناس على باب الله، احنا كلنا على باب الله، تمام؟ بس بنتكلم احنا ناس، الناس بتدفع ضرائب وبتدفع تامينات وبتدفع كل حاجه. عندنا اضرار كبيره جدا جسيمه، مفيش اي وحده في المبنى قادره ان هي تتحملها النهارده. يعني الاداره حطتنا في وضع ان احنا 150 محل، المكان ما فيهوش رواد تماما، ده شيء صعب، ما فيش اي حد في مصر او اي تاجر في مصر يقدر يستحمله. فانت يعني بتتعامل معانا بهذه الطريقه، يبقى في حاجه انت عايز توصلنا ليها. يعني يا ريت الصراحه والوضوح نعرف وضعنا ايه. القيمه الايجاريه دي ده شيء يعني ما يعني منهي تماما ان انت تتكلم معانا فيه. انت اشتغل وبعد كده احنا نشتغل، انما انت اصلا في المبنى ما بتشوفش الشغل بتاعك عشان ان انت تيجي تحاسبنا. يعني كل حاجه واضحه وصريحه في المبنى قدام الناس، فالناس خلاص فاض بيها وما بقتش قادره ان هي تستحمل امور ماديه اكتر من كده. النهارده بقى لنا 6 شهور كل الناس بتصرف من جيبها، فهيفضل يصرف لحد امتى؟ وفي نفس الوقت انا قاعد في المكان مهدد. يعني النهارده انت لو حتى عايز تشغل المبنى اديني خريطه طريق للمبنى لمده سنه لمده سنتين. ما هو انا النهارده في عندي 20 محل جوه المبنى المفروض يجددوا العقود بتاعتهم، هجدد بناء على ايه وانا شايف المبنى ما فيهوش اي رواد وفي خراب، وفي نفس الوقت مش قادر اسيب المكان بقالي 30 سنه. يعني هو الموضوع محير لينا ان احنا بقالنا سنين في المكان والجست بتاعنا اتعود علينا، وفي ناس ما عندهاش بديل بره. فاللي هو احنا بنناشد الدولة ان هي تشوف لنا حل في الموضوع ده. احنا يعني كل المفاوضات مع الناس دي انتهت تماما، وللأسف اللي هو يعني طريقة اللي هو اللي عندكم اعملوه، ايه اللي عندنا اعملوه؟ مفيش ادارة محترمة النهاردة في مصر ان هي تتعامل مع المستأجرين بتوعها بهذه الطريقة نهائي. سيستم الوضع صعب يا استاذ عمر، وبعدين يعني اجباري ان احنا نوافق على 50% عشان المحلات اللي انتهت عقودها تتجدد. وافقت على 50% هنجدد لك وهتدفع القيمة المستحقة عليك، ما وافقتش على 50% هتدفع القيمة كاملة اللي هي 100%. يعني إن ما وافقتش على 50% لا ده احنا هنخليك توافق على 100%. ده كتابي يا فندم ولا ده شفوي؟ ده شفوي. لا كتابي يا فندم، هو الورق وفي منها حاجات معانا حضرتك، ورقة يعني وفيها اسلوب من التهديد. يعني انت حضرتك مثلا عقدك خلص، فانت عشان تجدد معايا لازم توافق ان انت هتدفع 50% على الفتره السابقه، على الفتره السابقه اللي هي بتاعه كورونا. تمام، ما وافقتش عليها لا ده انت هتدفع على السابقه، هتدفع 100% الفتره السابقه بتاعه كورونا هتدفع 100%. انت هتمشي، هم بالنسبه لهم ما عشان يمشيني، ما هي خطه اخلاء للمبنى عشان يمشيني يتوافق على 50%. المكان اللي بيقفل ما بيرجعش تاني؟ لا اللي بيقفل يعني هو بيمشي. لو خد منك الوحده ديت خلاص هما بيقفلوا. ده اكتر من 80 محل اخلى ومشي بسبب سوء المعامله. طيب ورفع الايجارات. بتتكلموا عن خطه ان ورفع تطوير مزبيرو، عرفتوا منين ان هي في تطوير مزبيرو؟ احنا مجموعه حضرتك، احنا مجموعه مفوضين من ال 130 محل، رحنا المحافظه، رحنا الحي. حي ايه يا فندم؟ حي بولاق. المنطقه عندنا تبع حي بولاق. يا ريت يا شباب لو اي حد بس نتواصل مع الحي. نائب مدير المكتب بتاع رئيس الحي بتاع بولاق قال لنا ان استاذ محمد السيد، استاذ محمد السيد قال لنا كده كده المبنى داخل في التطوير، قال لنا دي مصر كلها عارفه بس المده الزمنيه امتى الله اعلم، بس هو داخل في التطوير. وما زالت ما زالت الاداره بتاجر لحد دلوقتي وما زالت بتقول لنا لا ما في، مش داخل في التطوير. يعني ما فيش صراحه، ما فيش شفافيه، وضغط علينا يعني في موضوع الايجارات، وضغط علينا في حاجات كتير جدا. انت من شهر كام يا فندم مفيش شغل عند حضرتك في المحل؟ احنا من قبل كورونا حضرتك، ويعني بسبب الاغلاقات اللي حصلت في المبنى يعني قبل مفيش شهر اتنين. قبل اتنين، قبل شهر اتنين بكتير، 2019 كلها من ساعة حضرتك ما قفلوا الدور الارضي وقفلوا السينمات وقفلوا المطاعم اللي موجودة كلها، مفيش رواد بقت بتيجي في المكان. طيب هسألك سؤال يا فندم، عايش ازاي في الفترة اللي فاتت دي؟ والله حضرتك انا لوما ان انا يعني من قبل كده كان عندي شويه بضاعه بخرجها يعني وباقل من سعرها، لوما ان انا بعرف اصرف على بيتي الايام دي. يعني اصل حضرتك انت الاصل نفسه بتاع المحل بتبيعه عشان خاطر تقدر تصرف، واقل من سعره عشان اعرف اصرف على بيتي. بتتباع بواقي بالمعنى المصطلح العام، ان هي بتتباع بواقي يعني باقل من سعرها ما انا كنت جايبها، بس عشان اعرف امشي في الفتره دي. وبالتالي هم جايين كمان بيضغطوا علينا. عندك اولاد ايه؟ عندي 3 اولاد.
ربنا يبارك لك فيهم. الله يعزك يا استاذ عمر. طب ايه بقى ايه انطباعهم عن المشكله؟ طبعا هم كانوا عايشين بقى في وضع اقتصادي، فجاه بقى في وضع اقتصادي تاني. احنا في وضع تاني خالص، وفي شهر 10 داخلين مدارس، احنا مش عارفين حتى مصاريف المدارس هتدفع ازاي من سوء الاحوال اللي احنا فيها. طالبناهم ان هم يرفعوا القيمه الايجاريه ويحاسبونا بنسبه الاشغال بتاعهم. تفتح انت بس محتاج 5000 جنيه كل شهر عشان تفتح بس باب المحل وتقعد من غير ما تعمل اي حاجه، من غير ما تبيع كهرباء وعامل ده كله. طبعا ده كله متراكم على حضراتكم بالظبط. يعني بتتكلم اقل مثلا حد عنده 8 شهور عنده 9 شهور يعني عشان افتح ويعني امشي الشهر بتاعي محتاج مثلا مصاريف. طب معدل الايجار قد ايه مثلا؟ انا 16000 في الشهر. يعني بتتكلم لو 10 شهور بتتكلم في حوالي 160000 جنيه دول مطلوبين ايجار بس. بالظبط حضرتك. في ظل ايه؟ في ظل ان مفيش رواد في المكان. مكان قافل. احنا رواد المكان حاليا قطط وحيوانات. هرجع لحضرتك يا استاذ روبير. شايف الوضع يا فندم؟ شايف الوضع ان لو الساده المسؤولين ما تدخلوش دوت هيبقى بالضوء الاخضر لكل من تسول له نفسه، واعني هذه الكلمه يشوط في اي حد. بمعنى مثلث مزبيرو، واحنا مع الرئيس في التطوير. انا كشخصيا بغض النظر ان في بعض الحاجات كالسياحه بنتاثر، بس لا، التطوير مصر دلوقتي غير من 6 سنين. بس انا هسال سؤال للساده المسؤولين اللي سامعيننا دلوقتي، ويا ريت اي حد يوصل صوتنا. السبع عماير اللي على الكورنيش اللي هيتهدوا، اللي بعد ما المثلث مزبيرو الحته اللي ورا اتهدت، المرحله الثانيه، المرحله الثانيه دولت اللي هيتهدوا، ومعظمهم بنسبه 95% قال لك احنا مش هننقل ومش عايزين حته في مكان ثاني، في ابراج بتتعمل ورا هننقل ورا. اوكي طيب، انت ممكن حضرتك تسالني طب انا مالي يا عم ومال السبع عماير يا روبير؟ ما تتهش مني. هقول لك لا، ما هي ديت مقدمه للي جاي. السبع عماير اتبلغ بيهم من 3-4-5 سنين يا جماعه احنا هنزلكم، عشان يعملوا حسابهم. انا هنفترض مثلا لو انا عندي شقه في العماره ديت، بدل ما هجدد وهعمل الحمام وهعمل كرانيش وهدن وبتاع، هعمل ستوب. صح ولا غلط؟ صح. مش هتحاول تصرف عليها؟ مش هحاول اصرف عليها، ما انا هتزال. هبقى في العماره اللي ورا ولا كده وهدفع فلوس او بتاع، بس انا عرفت مستقبلي كمان 4-5 سنين. مكمل. طب تمام، كلام جميل قوي. تعالى يا روبير، انت هناخدك نموذج للقصه دي. انت في الهيلتون بقالك 30-40 سنة، اقول لك لا ده انا من شهر 11. ايه ده؟ انت من شهر 11 وعامل الهليله دي؟ ما انا من شهر 11 وسبت حاجات تانية علشان اجي هنا في هيلتون رمسيس، ووضبت المحل بتاعي بحوالي 80-90 ألف جنيه، ومشكورين ادوني شهرين توضيب، عشان التوضيب اللي انا بعمله كان توضيب يناسب. انا شغل هاند ميد، فشغل هاند ميد انا عارف بعمل ايه. احنا لينا فكر كده معين. ده طبعا ده اللي بيتعرض قدام حضراتكم، ده طبعا من داخل الملحق التجاري. ده بالزبط. منظر المكان كده طول السنه كده، طول حتى السنة في الاعياد كدا. ده يعني النهارده الجمعه، ده يعني دوت احنا مصورينه الصبح، يعني ممكن دي حاجات مصورينها النهارده الصبح، اللي هو المفروض ده الموسم بتاع الهاي سيزون بتاع الويك. حضرتك المنظر ده بتاع ال 34 محل اللي قفلوا في الدور الارضي، ومن سنة 2018 ما اتفتحوش، وفي ناس كتير خسرت مبالغ مادية جدا يعني في الديكورات بتاعتها في الدور الأرضي ده. والمنظر العام زي ما حضرتك شايف كده، ما فيش أي رواد في المكان. الرانديفو الخاصة بيه اللي هي ديت هو قافلها، ده الدور الأرضي المدخل الرئيسي اللي هو يعتبر واجهة المبنى كله، ده ما فيهوش أي ما فيهوش أي رواد ولا أي بازار. الكافيتيريا بتاعت هيلتون رمسيس نفسها، الكافيتيريا والمطعم مغلقة. الكافيتيريا اتشال. الدور الارضي ده كان واجهه المبنى عام، هو اللي بيطلع باقي الرواد لباقي المبنى فوق. النهارده انت اصبحت ان مفيش اي حد بيطلع فوق، سبب بيخش المكان خد انطباع ان المكان قافل خلاص. هي دي الازمه اللي احنا بنواجهها من 2018. اليافطه الخاصه بالمكان نفسها متشاله، دي اتزالت من 2016 وليها تبعيات ثانيه كبيره مش عايز اخش فيها، لان هي كارثه ان هو يشيل اليافطه من على المبنى، دي كارثه. النهارده انا بقيت مجهول الهويه، مفيش حد يعرفني. اي حد يعرف ملحق هيلتون رمسيس النهارده لو منعدي عليه هو مش شايف، مش عارف ايه المبنى ده، هو مستشفى ولا جراج ولا ايه بالظبط. ده النهارده في منه النهارده، يعني احنا النهارده ده يمكن دوت في العيد، اليوم دوت بتاع العيد، ده العيد حتى العيد. احنا مصورينه، وهتلاقي في اخر الفيديو احنا جايبين جورنان اللي هو اول، كاتبين اول يوم العيد وتاني يوم العيد، مش جريده الاهرام او ايه، عشان بنثبت ان دوت ايامها مش ايام ثوره ولا ايام قديمه، لا
وبرضه احنا فيديوهاتنا موثقه، لان احنا كنا عارفين ان احنا هنيجي في يوم زي ده. الاداره موجوده يا فندم في نفس المكان يا فندم. الاداره طردتنا. انا بقول لك على الهوا الاداره طردتنا. يعني ايه طردتنا يا روبير؟ معقوله طردتك وانت كده طويل وتخين؟ طردتنا. رحنا قابلنا السيد كامل زكي رئيس مجلس الاداره، راجل مشكورا، قعدنا كنا حوالي 7-8، قال لك سابحث وسادرس. مشكورا، وانا بقول قدام مشكورا. الكلام دوت كان يوم 11/8. جات لنا ورقه بقى جميله بعد 3 أسابيع. دي الورقه اهي، معرفش الكاميرا دي ينفع تجيبها ولا لا. لا لا. طيب تمام، مش مشكله. دي الورقه بتقول في عجاله، قال لك ايه؟ قال لك بالبلدي برضو، القعده اللي انتوا قعدتوها مع السيد كامل زكي بيقول لكم يبقى الحال على ما هو عليه، مفيش على المتضرر اللجوء للقضاء، لان القضاء ربنا بالنسبه لموضوعنا ده، لان احنا عايزينه سريعا. 50% ايجار. ايه ده 50% ايجار؟ بس خد بالك هنضربك على ايدك لو ما دفعتش ال 50% في خلال 5 أيام في الجواب دوت. اول ما يجي لك هتدفع الايجار كامل. يما يابا، ايه ده؟ معلش نوضح لي واحده واحده. معلش انا عايز اوضحها، ده انا بكلمك، ده بند مكتوب، ده بند مكتوب، وعايز السيد المحامي اللي انا سمعت ان في حد كلم حضرتك اللي هو تبع الهيلتون انه عايز يتدخل. خش قول لي في العقد، عقد مين دوت؟ عقد مين دوت؟ هو كان فيه وباء قبل كده؟ هو في كارثه زي اللي احنا فيها دي قبل كده؟ في فيديو برضو معانا المنظر ده، الاجتماع ده اللي احنا حددناه كاصحاب محلات، ده حضرتك اللي فيه. وطلبنا حد من الاداره ان هو ينزل ويتفاوض معانا في اي شيء، وكنا بنحدد النقط اللي هي الاضرار اللي عايده علينا في المبنى، وللاسف ما فيش اي حد سال فيه. الوقفه دي كانت يوم 21/7، وطلب لنا شرطه السياحه وانتم بتتجمهروا، وكانوا عايزين يدخلونا في دايره تانية غير اللي احنا فيها. كل اللي موجود دول يا فندم اصحاب محلات. يا فندم كلهم اصحاب محلات، كلهم اي حد من اللي واقف صاحب. وفي فيديو تاني لو حضرتك صورت فوق هتشوف العاملين، ومفيش حد، مفيش غير 4 مكانات اي تي ام هتلاقي عليها طابور، هو دوت الامن واقف هناك عشان ال4 مكانات اي تي ام وعشان البارك اللي هناك. طب ايه مصلحته يا فندم؟ ما ال4 مكانات اي تي ام ما دي البنوك بتدفع لهم فلوس عشان يتحط في المكان كايجار، يعني كايجار للمكان. فدولت كده بالنسبه له لازم يامن، مش هيسيب الفلوس والدنيا هيمشي. تمام. يعني الاي تي ام النهارده بتحط يا اما في صيدليه مشهوره فاتحه 24 ساعه او في ماركت كبير او في مكان منشاه سياحيه زي كده يا فندم. تمام. فهو ده الامن موجود عشان كده. احنا جايين هنا في الصوره دي بنتكلم، خلاص بقى احنا قعدنا اليوم كله ومفيش حد. حاولوا يستدرجونا ان هو قطع لنا التكييف عشان نطلع بره المبنى، وطبعا احنا عشان فاهمين سياحه، وقلت قبل كده وبعيدها تاني ان احنا سفره في الخارج من الداخل. انا عايز نسجل العباره دي، انا عجبتني من المره اللي فاتت، سفره في الخارج من الداخل. انا ما اقدرش اعمل حاجه تضر بلدي. تمام. لكن من حقي كمواطن مصري اقول انا تعبان، من حقي صوتي يطلع. انت بتتكلم بعد 8 شهور يا فندم. يا فندم، يا فندم احنا 8 شهور، وبيقول لك 50% وجاي والقادم بالنسبه للمجال بتاعنا مظلم. يا فندم احنا الاسر بتكلمني في التليفون بتقول لك اغيثونا والله الموفق. النهارده استاذ روبير طبعا للاداره، برضو للاداره طبعا حق الرد على كل اللي اتقال. يا ريت، انا عايز حد يرد. وكان حصل طبعا تواصل بعد الحلقه اللي فاتت من الشؤون القانونيه، وقالوا ان شاء الله في بننسق لحلقه ان في حد من الاداره هيجي يتدخل وهنتكلم عن كل اللي بيتكلموا. احنا برضو ليهم، برضو حق الرد برضو ليهم. تمام معاك يا استاذ روبير. تمام يا فندم. لا انا مبسوط ان الاداره هتتدخل. ما قالش لحضرتك يوم ايه سنه كام هيتدخل، لما احنا بقالنا اربع سنين بياخدوا. يعني انا اسف الناس بتاخد على دماغها بطرق غير مباشره، بس في شغل والناس ساكته، كل واحد لوحده. اللي حصل الظرف دوت جمعنا، احنا كمصريين بنتجمع في المصايب. ايوه بنتجمع في المصايب. انا ممكن يكون عندي منتج شايف المنظر بتاع الراجل ده والراجل ده، ونقعد نخبط في بعض في السعر، بس لما يبقى في مشكله بنتكاتف مع بعض. المحل بتاع يعني اصحاب محلات ما كنتوش تعرفوا في بعض يا فندم؟ نعم يا اصحاب محلات مع بعضكم كنتوش تعرفوا بعض؟ انا بالنسبه لي عشان جديد، انا لسه ما قعدتش 3 شهور يا فندم وجات المصيبه دي. انا محلي، انا كمحلي روبير وعندهم الكاميرات، خليهم يقولوا لا انت فاتح، انا قافل من شهر 3، من ساعه عاصفه التنين، من يوم 12 مارس ما بتروحش خالص يا فندم. مش ما بروحش، هو الزبون ما بيروحش، انا راجل بحترم نفسي، انا هروح اعمل ايه؟ انا منتجي للعرب والخليج، انا منتجي غالي هاند ميد. انت قفلت البوابه بتاعت الطيران من يوم 1/3، هو لم المطعم، احنا قريناها، انت لميت المطعم، تفتكر فيها خير؟ لو انا كذاب هات السيريال نمبر بتاع شيكات المطعم الرانديفو، شوفها اخر شيك اتعمل امتى؟ يوم 28 فبراير. ممكن بقى احنا نوضب شيكاتنا وكلام زي كده ان نعمل كده؟ لا، بالفيديوهات المطعم مقفول. ده المحل بتاع حضرتك يا فندم؟
ايه ده يا فندم؟ لا مش زود. ده في محل غرقان كده مش عارفين برضو ده قصته ايه. ده حضرتك استاذ احمد البلي صاحب محلات الفرنسيه عندنا في المول، من الناس اللي برضو خد وعود سنه 2019 في بدايه افتتاحه، وجي صرف مبلغ على الديكور كان يتكلف من حوالي من 100,000 ل 200,000 جنيه، ودخلوه في نزاع قضائي عشان هو يسيب الوحده بتاعته ويمشي. النهارده الراجل ده بضاعته جوه المحل، التكييفات من كتر ما يعني تهلكت البضاعه بتاعت الراجل غرقت، وفي الاخر خالص برضو مين اللي هيعوضه؟ مفيش حد هيعوضه، ولا على البضاعه ولا على الديكور ولا على الوعود اللي هو خدها اثناء ما ان هو جه المبنى وتعاقد. يعني ده جاي قبل استاذ روبير بسنه، النهارده استاذ روبير بقى له 7 شهور، استاذ احمد البيلي بقى له سنه ما قدروش يستحملوا الاوضاع في المبنى، ما بال حضرتك بقى اللي بقى له 30 سنه في المبنى. الاوضاع دي اتحطينا فيها من بدايه من 2016، رفعت عليا القيمه الايجاريه المبالغ فيها ان انت هتديني وعود ان انت هتعمل تجديدات في المبنى. مفيش حد يكره ان المبنى اللي هو فيه او كشغله يتطور ويتجدد، انما النهارده انت رفعت الايجار بناء على اللي فيه تجديدات، ما حصلش اي حاجه من الحاجات دي. وبعديها اديتنا وعود ان في سوبر ماركت شهير او ماركت كبير او هايبر هيفتح في الدور الارضي، فبناء عليه رحت مفضيه كارفور واديتنا وعود، وفي الاخر خالص تقول انا ما عرفتش اجيب تراخيص من الحي، يعني خربت بيت ال 34 محل. معلش يعني ايه ما عرفش يجيب تراخيص؟ ما عرفش يجيب تراخيص من المحافظه ان هو يفتح كده. هو المبنى ليه ترخيص ولا ملوش؟ المبنى حاليا ملوش اي ترخيص. احنا رحنا عند الحي، المبنى حاليا ملوش اي ترخيص، وقالوا لهم هناك. وحاجه برضو اقولها على مسؤوليتي واتحاسب عليها، النهارده المبنى دوت طلع له قرار غلق سنه 2016 بناء عليه مطاعم كتير قفلت. ده الملحق التجاري. الملحق التجاري وخطر على العاملين وعلى الرواد، وهو ما صرحناش بحاجه زي كده، وجدد لنا عقود واجر لنا تاني. فبناء على ايه ان انت حضرتك غليت الايجار وانت معاك القرار؟ طيب ده بص احنا قدامنا برضو دلوقتي صورتين، صوره قبل اليافطه ما تتشال، وصوره طبعا ده بعد ما تتشال. اليافطه متشاله من 2016. من 2016 الصوره اللي باين فيها الاسم ده كان المبنى متماسك وفي حاله ازدهار، والناس كلها كانت يعني بتدفع التزاماتها وبيدفعوا الايجار مقدم. يعني في ناس في المبنى عندنا كانت بتدفع الايجار مقدم لمده 3 شهور. من 2016 من ساعه ما طلع القرار يعني اللي قلت لسيادتك عليه، 4 سنين في معاناه جامده جدا مع الاداره. وفي نقطه انا عايز اقولها بالنسبه لليافطه، معلش بنتكلم طبيعي، فندق محترم في ملحق محترم، مركز تجاري، بنتكلم بالمنطق ولا بنتهم ولا اي حاجه. انا عايز اقول الامر، حد يقول لي هل معقوله ده انا لو عندي محل سوبر ماركت بتاع مش هقول اي حاجه هحط عليه ابو روبير مثلا؟ انت هنا مش حاطط يافطه، مش حاطط يافطه معناها ايه؟ ليه؟ هو انت ما عندكش تراخيص؟ ما ده سؤال كبير. طب انت توجهته للحي، الحي قال ايه يا فندم؟ قال ما لهوش تراخيص؟ الاخوه راحوا الحي، الحي قال لك ايه؟ الحي قال لنا انتوا داخلين مرحله تانية، ما فيش تجديد للمحلات وما فيش تراخيص للمحلات بتاعتكم تاني، اللي معاه رخصه حاليا هو اللي يدفع المستحقات اللي عليها، انما ما فيش محل تاني يجدد. وقال لك هتتزال ولا مش هتتزال؟ انت المبنى يعني داخل في مرحله التطوير ديت، تشمل كل حاجه. التطوير كلمه تطوير تشمل كل حاجه، ممكن المبنى يتهد ويتبني، الناس اللي جوه دي تطلع نرميها بره ونوضبه تاني، يعني ليها كذا معنى. واللي عايز يعمل رخصه جديده يدوله 6 شهور. استاذ روبير حضرتك كنت نويت طبعا عن الصناعات البدويه او الصناعات اليدويه. ايوه واحنا كان في طبعا تسجيل صوتي كده كان جاي لنا ان شاء الله، الناس كانوا عايزين يجوا، قلت لهم ما ينفعش نعمل لكم مداخله، هم للاسف حتى ما عندهمش ارسال يتكلموا، فبعتوا فويس وبعتوا في الاعداد يعني. طيب لو جاهز يا جماعه ممكن نعرضه. ماشي هنكمل لحد ما يجهز ان شاء الله. احنا تابعنا لقائك في برنامج هو والمجتمع مع عمر الجبالي، وبنتمنى انك تكمل مسيرتك، لانك مش بس بتطالب بحقوق الناس اصحاب المحلات، لا انت بتطالب بحقوقنا احنا كاسر منتجة، مفيش لنا مصدر رزق الا الشغل معاكم. واتمنى ان الرسالة دي يسمعها جميع المسؤولين علشان يعرفوا انت بتدافع عن ايه بالضبط. انت فافح عشرات البيوت البدوية وسكان الصحراء اللي مالهمش مصدر رزق تاني، وان الظروف دي اثرت عليهم هم تأثير مباشر على حياتهم البدائية اللي هم عايشينها على ابسط الاحوال. فاحنا بنتمنى ان انت فعلا تكون صوتنا الوحيد عشان المسؤولين يسمعوه من خلالك انت بس، وربنا يوفقك ان شاء الله وتوصل لنتيجة كويسة ترضي جميع الاطراف. نتمنى من الله عز وجل ان انت فعلا ربنا يسخر لك ولاد الحلال اللي يسمعوك والناس المسؤولين،
ويعرفوا ان قضيتك كبيره، مش قضيه واحد او اثنين او ثلاثه، انت بتدافع عن 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 ابواب رزق بيوت كثيره، عشرات عشرات البيوت اللي مفتوحه بسبب. ورجعنا لحضراتكم من جديد. استاذ روبير، أيوة. طلبات حضراتكم ايه؟ هسمع من حضراتكم واحد واحد. عايز توجه رساله لمين؟ يعني انا الفويس ده انا شخصيا متاثر بيه جدا. يعني دي حد محترم جدا، الست دي ارمله عندها اربع عيال. يعني مش عايز اقول لك ايه، في ولد كبير متجوز ومخلف وهي اللي بتصرف على البيت كله. انسانيا الحكومه بتعمل اللي عليها وبتديهم اللي هو بتديهولهم، تمام، وهم هي الست بتشتغل وحماتها بتشتغل معاها وبنتها بتشتغل معاها علشان يصرفوا. تخيل انت لو انا مثلا، انا كروبير عندي 3 4 محلات في 3 4 اماكن، الثلاث اربع اماكن الناس متفاهمين الثلاث اماكن، وجاي على المكان الرابع هنا يقول لك عايزين فلوس. طب يا عم ده لو انا اللي هدي لك الحاجه دي، طب ما الاولى بيتي وبيوت الناس الثانيه، وتاخدهم لو على وجه حق. انا طلباتي بعد ما سمعت الست التسجيل الصوتي، بطالب اول حاجه وزيره التضامن الاجتماعي تتدخل. طب يا روبير ده احنا تبع وزاره السياحه، ما استنى انا جاي لك على وزاره السياحه، بس انا عايز اقول وزيره التضامن الاجتماعي اللي ادت النهارده تعويض 500 جنيه ل 12000 مرشد سياحي، خد بالك وزاره التضامن ادت للمرشد السياحي، ما ادهاش وزير السياحه عشان حست بيهم، عشان دولت عندهم اسر. احنا بنتكلم الاسر دي مين هيعوضها؟ ده واحد. مين هيعوضها؟ انا مش عايزهم هم يدوهم فلوس، لا، انت المنتجات بتاعتنا تظهر. هتيجي تقول لي انا بعمل معارض، في ناس جايه في الصحراء تحت الجبل ولا يعرفوا معارض ولا يعرفوا اي حاجه. يا استاذ عمر، يا استاذ عمر، انا من العريش ودي انا بسجلها على الهوا وافتخر، اوكي، انا من شمال سيناء، اوكي، عشت فيها من 30 سنه، بطاقتي حتى هذه اللحظه من شمال سيناء. ليه؟ لان انا عشت في البلد دي، البلد دي فيها خير وناسها فوق الاحترام. نرجع تاني عشان ما نتوهش للموضوع بتاعنا، التضامن الاجتماعي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وزير التجارة والاستثمار او وزير الاستثمار، وزيرة التجارة الخارجية، وزير السياحة. ايه يا عم انت عايز الحكومة كلها؟ ما هم دولت كلهم احنا منصبين في الموضوع بتاعنا. يعني مش وزير السياحة بس، لا، كان وزير السياحة يوم الحد اللي فات، بعد وزير السياحة يوم الحد اللي فات ومحدش سأل فينا، الناس اللي كلموني على التليفون، انا ما بنامش والله، ما انا بنام في اليوم ساعتين ثلاثة تليفونات والحقنا، هم فاكرين ان انا بقيت حاجه، انا لا ولا حاجه ولا بتاع، انا انسان قليل جدا. لكن احنا عايزين وزيرة التضامن الاجتماعي، الاستثمار، التجاره، السياحه، وزير الحكم المحلي. انا عايز وزير الحكم المحلي يتدخل. ايه يا عم دوت انت حافظ مش فاهم؟ وزير الحكم المحلي ماله مالك؟ ايوه وزير الحكم المحلي عشان يشوف رئيس الحي، سياده اللواء يجي شفنا، شفنا احنا ايه، عشان لما راحوا رئيس الحي يوم امبارح، شفتوا امبارح عند رئيس الحي، عارف قال لهم ايه؟ قال لهم احنا جايين بكره ولا الاسبوع الجاي هنراقب على التراخيص. الله، تراقب على التراخيص؟ يعني انا بقول لك انا تعبان ومتعور، يا عم ماشي، اعطي مال قيصر لقيصر ومال لله لله. الناس دي عايزه تاكل. ان احنا بنقول ظلم، تعالى شفنا، تعالى انت بتقول لي انك انت بلغت الهيلتون من 5 سنين وهم قالوا كده، ده دوت على مسؤوليتهم، اوكي، عشان اللي بيسمعوني من الهيلتون يعرف ما يقضينيش انا، يروح يقول لهم، اوكي، بيقول لك احنا مبلغينهم طبعا للجميع، انا المسؤول، حق للجميع الرد، حق الرد، يا ريت يردوا. طب احنا معانا مداخله يا استاذ روبير. الله، اديني مداخله، يا ريت تكون من الهيلتون يا رب. معانا الاستاذه امل سيد. الو، ايوه استاذه امل، اهلا وسهلا بحضرتك. امل محمد، اهلا وسهلا يا فندم. أنا بحضرتك. حضرتك برضه ليكي محل تجاري برضه في الملحة يا فندم. أيوه يا فندم، السلام عليكم الأول، عليكم جميعاً. وعليكم السلام. حضرتك هي المشكلة تبدأ من 2015، من أول ما جت الإدارة المتواجدة الحالية دلوقتي، المفروض إن هم حضرتك يلفوا في السنتر ويشوفوا مشاكلنا ويحلوها، لكن كنا بنروح لهم بيطنشونا ويقول لك اللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط، لأن إحنا حضرتك بقالنا في ناس مننا بقالها أكتر من 30 سنة. يعني بنعتبر المحلات دي حضرتك بتاعتنا بيتنا الثاني، بيتنا الثاني. الاداره اللي قبل كده كان حضرتك بتلف في الهيلتون وتعرف مشاكلنا وبتحلها وبتشيل لنا الايجارات ايام الثوره، لكن دولت للاسف حضرتك مش عايزين يعني يسالوا فينا خالص،
ما يسالوش فينا. المشكله الثانيه حضرتك، انا من 2018 بدا المدير السنتر عندنا يعني كل وسائل الضغط النفسي والعصبي عليا عشان امشي واسيب محلي، رموا لي رمل قدام الباب. طيب طلبات حضرتك ايه يا استاذ امل؟ استاذ امل نعم، طلبات حضرتك ايه يا فندم؟ طلبات حضرتك ايه؟ طلبات حضرتي ان هم حضرتك يعني يشيلوا لنا الايجار ويرعونا، وحضرتك يجوا يشوفوا المول بقى وصل لايه. كفايه ان حضرتك ان مفيش اي وسائل تسليه الناس تيجي تحضر، ولا مطاعم ولا سينمات ولا اي حاجه. كل حضرتك ده رجع علينا بايه؟ بالخراب. بيتنا اتخرب، وفي ناس باعت دهب عشان تدفع الايجار. حضرتك احنا خلاص يعني مش لاقيين. انا اجيب منين؟ انا بقالي حضرتك من شهر 8/2018 وانا بعاني معاهم، مش عارفه اوصل لحل. وعشان اجدد حضرتك 50%، واللي مش عاجبه يضرب دماغه في الحيط. يعني شوف حضرتك، احنا طول عمرنا عايشين، والمبنى ده قام على كتافنا. احنا ناس محترمه وكلنا عملنا يعني عملنا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، كلنا ناس محترمين لازم، فالمفروض يساعدونا. ان شاء الله صوتك يوصل يا استاذه امل. شكرا، شكرا لحضرتك. استاذ روبير، احنا عايزين ندخل في الطلبات بس عشان وقت الحلقه. تمام، انا بس هاخد من كلمه الاستاذه امل اللي بتقول لك المبنى اتبنى على كتافنا. انا ما حضرتش ايام الثوره اللي هي كانت في التحرير، اللي هو الملحق في التحرير، ولكن سمعت، وده طبعا هم ما يقدروش ينكروه، اللي حصل في اركاديا مول لما اتحرق كانوا جايين يعملوه عندنا، واحنا اللي وقفنا قدام البيبان، واحنا اللي حصل المكان. ان الشباب حضرتك كنت متواجد؟ اه طبعا. ممكن تحكي لنا اللي حصل؟ احكي. كانت الاحداث كلها في المربع بتاعنا، الثوره واللي تلاها بعد كده احداث اخواتنا الاقباط، وكان في ناس يعني كنا بنشوفها منظمه عايزه تدخل نفس اللي عملوه في اركيديا مول، كانوا عايزين يعملوه في المبنى عندنا. لو ما احنا اللي بنفسنا، لان برضو كان اعداد افراد الامن قليله، احنا اللي كنا واقفين وكنا بايتين اصلا قدام البيبان، والاداره ما بقتش بتيجي. ده الاداره روحت اساسا، الاداره نفسها ما كانتش موجوده، كانوا هم بتاع 3-4. يعني احنا بنوضح بس للراي العام ان انتوا واحنا اللي حامينا المكان. يا فندم احنا اللي حامينا المكان. ده بيحارب على اكل عيشه، مش موظف. تمام. طيب هندخل في الطلبات يا فندم، بتوجه صوتك لمين ومطلوب ايه يا فندم؟ لا خلي استاذ عامر يقول عشان انا اهدى شويه، عشان انا طالب ميه ومحدش جاب لي ميه. طيب حاضر استاذ عامر. انا بقدم استغاثه لرئيس الجمهوريه، وزير السياحه، وزير الاستثمار، ان هو يوضع لنا حل في المشكله اللي احنا فيها ديت، ويتدخل ويقول لنا ايه الاوضاع بتاعتنا. يعني يتدخل مع الاداره اللي هي الشركه العربيه الدوليه للسياحه والفنادق، وهي اللي جايبه شركه هيرتون رمسيس. انا بناشد رئيس الجمهوريه، وزير السياحه، وزير الاستثمار، يتدخلوا ان هم يحلوا لنا المشكله بتاعتنا ديت. انا موقفي ايه في خطه التطوير اللي هتحصل في المبنى؟ يعني النهارده مطالب مني قيمه ايجاريه ان انا ادفعها في ظل الازمه اللي انا فيها، وفي نفس الوقت مهدد في المكان ان انا ممكن اخش في مرحله تطوير انت ما اعلنتنيش بيها وما وضحتهاليش. فيعني يا ريت حد يساعدنا في الموضوع دوت ويتدخل فيه لحل الازمه اللي احنا فيها دي، لان احنا فعلا مجموعه التجار اللي في المبنى كلهم في كارثه وفي ازمه كبيره جدا. هي القطط يا فندم اللي موجوده دي؟ معلش، ده حضرتك الرواد بتوع المكان حاليا، ده العادي في المبنى ان القطط تدخل عادي كده في في الايام دي. دخلت المبنى ده الايام دي؟ اه الايام دي. ما كانش بيحصل الكلام ده؟ لا قبل كده ما كانش. الحاجات دي بتدخل ازاي؟ مش في امن تحت وفي بوابات ما حضرتك المبنى بقى مهمل، بقى خرابه. يعني هو احنا مش بنبالغ فعلا، النهارده لما المبنى يوصل للمرحله ديت ده خراب للمبنى. محل زي اللي قدامه القطه ده، المحل ده اتصرف النهارده عليه نص مليون جنيه ديكورات بس. والنهارده نذكر اسم المحل يا فندم، محل فالكون كوريست، الحاجه سوريا هي صاحبه المحل. المحل ده هي صرف عليه ديكور لوحده، المحل ده من ضمن المحلات اللي عندها جوه المبنى، نص مليون جنيه ديكور. هي النهارده لما تيجي ان هي تدفع الايجار اللي على المحل وتسيبه وتمشي، طب مين اللي هيعوضها عن الديكور بتاع المحل ده؟ يعني احنا مش بنقول حد يدينا تعويض، لا، حد يدينا ثمن الديكورات اللي الناس صرفتها في المحلات بتاعتها، والخسائر بتاعت البضاعه. ما احنا النهارده يعني عندنا حاجات فاشون، يعني محلات الملابس او محلات الاحذيه عندها حاجات فاشون. انا السنه دي ما اشتغلتش، كل اللي المحل بتاعي بقى ستوك خلاص، مين اللي هيعوضني؟ استمر طلباتك عشان وقت الحلقه. استغاثه لكل الجهات المسؤوله. احنا وضعنا بقى صعب جدا، والاداره بتمارس معانا يعني اسلوب ضغط وطريقه اخلاء للمبنى واضحه جدا. فاحنا بنطلب من كل الجهات المسؤوله التدخل وتحل لنا المشكله اللي احنا فيها. طيب كان في اتصال معانا استاذ ابرام. الو. اهلا بيك يا استاذ ابرام، اتفضل يا فندم معاك. انا صاحب محل
ده محل تليفونات موبايلات. موبايلات اتفقنا. تمام يا فندم. ايه شكوى حضرتك يا فندم؟ شكوى حضرتي اللي احنا عارفين من شهر 3 لحد وقتنا هذا تمام، وكل فنادق مصر وكل المحلات وكل البازارات بعيد عن القرار الحكومي، بعيد عن المحلات اللي مؤجره من الحكومه، الفنادق الخاصه، كل الفنادق الخاصه حضرتك ممكن تتاكد وترفع التليفون على اي مدير مال لاي فندق كلهم عفوا من الايجارات بشكل نهائي الا الاداره بتاعتنا، مع العلم ان نفس الشركه المالكه عفت المحلات من الايجارات في فرع الشلالات. هيلتون الشلالات. طيب معنى كده يا فندم انهم عايزين يطفشونا، معنى كده يا فندم ان وزير السياحه نفسه كان في برنامج عمرو اديب قبل كده كان عباره عن في حلقه، يعني كان في حلقه قبل كده كان في راس وكان في ناس وكان في كل حاجه. طيب انت بتطالب بايه يا استاذ ابراهيم؟ بتطالب بايه؟ لا انا بطالب باعفاء من الايجار. ثاني حاجه يا فندم ان وزير السياحه واي مسؤول يجي يبص على الملحق التجاري، احنا عباره عن الملحق كل اللي داخل بيطلع عن الحمام بس. الملحق ولا في خدمات ولا في مطاعم ولا في اي حاجه. ثاني حاجه يا فندم احنا خايفين على نفسينا، الحمامات والمكان جوه بقى يعني اللي ما يعني اللي مش هيجي له كورونا هيجي له كورونا. ان شاء الله باذن الله يتم الحل يا استاذ ابراهيم. ان شاء الله يتم الحل. شكرا استاذ روبير. في عجاله يا فندم. طلبات حضرتك يا فندم. في عجاله انا بقى ناشد السيد رئيس الجمهوريه، مش لازم هو يعمل كل حاجه، الرئيس بيعمل كل حاجه، المفروض المساعدين بتوعه، المساعدين بتوعه انا بالنسبه لي وزير السياحه، وزير التضامن الاجتماعي، وزير التجاره الاستثمار، وزير الحكم المحلي، يشوف المشكله بتاعتنا، كل واحد في تخصصه، كل واحد في تخصصه، واسال لو في اي كلمه اتقالت في البرنامج مننا احنا الثلاثه، لا احنا واخدين تفويض رسمي من الساده المستاجرين، تمام؟ في اي حاجه. وللاداره حق الرد برضه. وللاداره حق الرد، يا ريتهم يردوا، انا مش عارف ما بيردوش ليه؟ احنا حاولنا ان احنا نتواصل مع حد من الاداره. حاولنا ان احنا نتواصل وبرضه ما فيش حد تواصل. لا يا ريت، بس الحته اللي انا ما ادتنيش فرصتي ان انا اقولها معلش بسرعه كده، بيقول لك لو ما دفعتش ال 50% هتضربك اقع على ايدك وتدفع الايجار كامل. يا وحش. ده اسمه كامل. كلام. طيب. ده اسمه دي صيغه بعتها اداره لساده مستاجرين. طيب بص. استاذ تامر في عجاله. عايز توجه صوتك لمين؟ لكل الجهات المسؤوله. لمن نظرة. يهم الامر؟ استاذ عامر كلمه اخيره. كلمه اخيره، انا بوجه رساله الرئيس الجمهوريه كاستغاثه ان هو يشوف لنا. حضراتكم مفوضين يا فندم عن كل اللي موجودين في المحل. معانا تفويض رسمي من اي صاحب محل جوه المبنى، وبنقدم استغاثه لرئيس الجمهوريه مباشره ورئيس الوزراء ووزير السياحه ووزير الاستثمار، هم دول اللي في ايديهم ان هم يحلوا لنا المشكله بتاعتنا في الملحق التجاري ل 150 تاجر متضررين جوه المبنى في مبالغ ماديه كبيره في ازمه كورونا وما قبل كورونا. الاستاذ روبير في السنة. ال 80 محل المقفولين، ناس مطاعم شهيره جايه تاخد ما بيديهاش، فده في ترتيب لحاجه احنا مش فاهمينها. شكرا. شكرا. طبعا بشكر حضراتكم، بشكر حضراتكم سيادة. طبعا ان شاء الحلقه قد شيقه والحلقه محتاجه وقت اكتر من كده. طبعا احنا هنا في برنامج جوه المجتمع بنحاول ان احنا نوصل صوت اللي محتاج ان هو يوصل صوته فعلا. طبعا ارجو ان تكونوا قد استمتعتم بحلقه اليوم، على امل ان شاء الله ان احنا نلتقي بكم في حلقات اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.